حبيبتي؟ حاسة نفسك أحسن دلوقتي؟ بحاول. إحنا ما قعدناش مع بعض واتكلمنا لوحدنا من ساعة ما رجعت من السفر. ممكن بقى تقولي لي إيه اللي حصل بينك وبين علي خلاه يسيب البيت ويمشي؟ والله بابي خناقة عادية زي خناقة أي اتنين إخوات يعني. علي هو اللي بقى سنسيتيف بيكبر كل حاجة. واضح إنها مش خناقة عادية. ممكن أعرف بقى إيه سبب الخناقة اللي مش عايزين تحكيهولي ده؟ علي وملك اتخانقوا. أو بالأصح يعني علي ضرب ملك. ليه؟ عشان علي لقى ملك في الأوضة عندي. بس والله يا بابي الموضوع مش زي ما حضرتك فاهم يعني. الموضوع إن ملك طلع وراي الأوضة عشان كان عايز يشوف ذوقها. علي هو اللي أفور الموضوع وعمل حوار. هطول عمري بثق فيك يا لينا وبثق في تصرفاتك. وعارف إنك عمرك ما تسمح لحد يتجاوز حدوده معك. بس في نفس الوقت مش عايزك تعملي حاجة تتكسف منها. والله يا بابي أنا عارفة اللي أنت بتقوله ده. هو أنا لومت نفسي كتير قوي على اللي حصل. ما كانش ينفع أسمح لملك إن هو يطلع الأوضة عندي لأيا كان السبب. ولو كنت اتصرفت صح ما كانتش حصلت أي حاجة من دي. ولا كان حصل اللي حصل لمامي. خلاص ما تلوميش نفسك. اللي حصل حصل. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. انت ليه ما رحتيش تشوفي لها؟ مش قادره يا بابي. مش قادره اشوفها وهي في الحاله دي خصوصا انا عارفه ان انا السبب. انت مش السبب ولا حاجه. الهام محتاجانا قوي. لازم كلنا نبقى جنبها. سهره بتسلم عليكي بتقول لك ما تقلقيش، الشغل ماشي كويس قوي في السنتر. كويس. شد حيلك بقى يا حبيبتي وتقومي بالسلامه كده وترجعي على بيتك. صحيح انا مبسوط انك انت معايا هنا وقاعدين مع بعض، بس هنبسط اكتر لما ترجعي بيتك وتنوريه. صباح الخير يا عمي. اهلا يا كمال، صباح النور. ازيك يا الهام، عامله ايه؟ في اخبار عن علي؟ الحقيقه لسه، بس هنلاقيه ان شاء الله. أنا مش هرتاح لما يرجع. نفس اللي كنت بتقوله لي زمان يا كمال، بس المرة دي مش هقدر استنى 20 سنة. بجد مش هقدر. تعالى يا كمال أنا عايزك.